بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الصليب حافظ كل المسكون. نحن بقوة صليب الرب محفوظون في هذا العالم. لما قال لنا الرب اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب، لم يتركنا فريسة للذئاب للعدو الكاره البشر، بل أعطانا صليبه عصا قوة وحماية لنا في هذا العالم. الرب يعلم مظالم هذا العالم الذي سقط تحت سلطة إبليس، ويعلم أن عدو الخير الذي هو الشيطان أنه لا يريد أن يبقى أحد طالبا الله. وشبهنا الرب بالحملان وسط ذئاب هذا العالم الشرير، فالحمل لا يمكنه المدافعة عن نفسه، بل يتكل على الراعي ليرد عنه الذئاب، والذئب ديدنه أن ينقض على الفريسة وينهش لحمها. ومع هذا لم يقتلعنا الرب من العالم، إذ قال الرب في صلاته إلى الآب: لست أطلب أن ترفعهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. فماذا يمكننا كمؤمنين أن نعمل في هذا العالم الشرير لكي ننحفظ من شر هذا العالم؟ الجواب بسيط: أن نتمسك بالإيمان بالمسيح، وهذا تكون ترجمته في الاقتداء بالمسيح ومماثلة المسيح، وليس بمماثلة العالم أو رئيس هذا العالم. فالمسيح إذ كان يظلم لم يكن يظلم عوضاً، بل كما يقول القديس بطرس الرسول: كان يسلم لمن يقضي بعدل. وهكذا احتفظ الرب بوداعته وتواضعه، ولم يتحول من حمل إلى ذئب لكي ينقذ نفسه. وعلى مثاله فعل القديس استفانوس أول الشهداء ورئيس الشمامسة وكثيرون من الشهداء القديسين عبر العصور. بذلك أظهروا أنهم ليسوا من العالم، فهم لا يشبهون العالم في شيء وإن كانوا يعيشون في العالم. بسبب هذا استحقوا عن جدارة ملكوت السماوات. وعلينا نحن اليوم أن نحتمل آلام ومشقات العالم كما احتمل الرب آلام الصليب التي أفضت إلى مجد القيامة. ونحن إذ نسجد للصليب المكرم وسط أتعاب الصوم، يرتفع نظرنا إلى المصلوب عليه لنتأمل لا بترابيتنا، بل بالمجد الذي أعطانا إياه الرب بالصليب. فإذ طردنا من الفردوس بسبب المذاقة من العود، يعيدنا الرب إلى السماء بعود صليبه. هكذا ينتشلنا الرب بقوة صليبه من الأرض ويرفعنا إلى السماوات. وهكذا يقيمنا من الموت إلى الحياة، لأنه على الصليب حمل الرب ثقل خطايانا ومنحنا الغفران بدمه المقدس. هذه هي قوة الصليب الذي صار سلما لنا نرتقي عليها من الأرض إلى السماء، ومن ظلمة العالم إلى نور الملكوت الأزلي. لذلك نحن نردد في طوبارية الصليب: واحفظ يا رب بقوة صليبك جميع المختصين بك. آمين.